أصدقائي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد من سلسلة فيديوهات الشركة العريقة مرسيدس بنز، رمز الفخامة والأمان في السيارات. النهاردة هنتكلم عن أسعار السيارات المرسيدس الجديدة في مصر موديلات 2019-2020، وكل عربية هنتكلم عنها وعن مواصفاتها وإمكانياتها وسعرها. هحاول أكون مختصر وهتكلم بسرعة علشان الفيديو ما يطولش والناس تزهق. ولو عجبك الفيديو ممكن تضغط على زر أعجبني، وممكن تشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يجيلك كل الجديد. نبدأ على بركة الله. جميع سيارات مرسيدس فيها الإمكانيات التالية بالنسبة لأنظمة الأمن والسلامة: نظام ABS لمنع انغلاق الفرامل، نظام قفل الأبواب التلقائي، نظام HAC المساعدة على تسلق التلال، ونظام ISO Fix لتثبيت وحماية مقعد الطفل. كل العربيات فيها كاميرات خلفية وفيها محدد سرعة، نظام TCS للتحكم في الجر، فيها 7 وسائد هوائية، نظام BA مساعد الفرامل، ونظام EBD لتوزيع قوة الفرامل، نظام الإيموبلايزر مانع الحركة للحماية من السرقة، وأجهزة استشعار، في أحزمة أمان، ونظام VSC للتحكم في ثبات السيارة. جميع سيارات مرسيدس فيها TBMS عرض ومراقبة ضغط الإطارات. بالنسبة للمواصفات الخارجية: مصابيح أمامية بتحكم أوتوماتيكي، مصابيح ليد إضاءة نهارية، كل العربيات فيها مخارج العادم مزدوج ومساحات للمصابيح الأمامية، كلها فيها مزيل ضباب للزجاج الخلفي وجنوط من سبايك خفيفة وقوية، كلها عجلات قياس 18 بوصة وزجاج كهربائي أمامي وخلفي، مرايات جانبية إلكترونية ومرايات جانبية مزودة بإشارات التفاف. جميع سيارات مرسيدس فيها مصابيح زينون أمامية. المواصفات الداخلية: في جميع سيارات مرسيدس قفل مركزي، مقاعد خلفية قابلة للطي، عجلة قيادة كهربائية قابلة للإمالة، عجلات القيادة من الجلد، مصابيح أرضية، مقاعد من الجلد، كمبيوتر رحلات لتوضيح المسافة والوقود والسرعة، مشغل أقراص CD ومخرج AUX، مخرج USB والتحكم في الصوت والسرعة من عجلة القيادة، زر بدء التشغيل وتكييف أوتوماتيكي، دخول من غير مفتاح. جميع السيارات فيها راديو ومساحات الزجاج الأمامية مزودة بأجهزة استشعار. يمثل طراز السي كلاس السيارة C180، وأول فئة من C180 هي C180 أفانجارد، ودي عاملة 820 ألف جنيه مصري. مواصفاتها انها 1600 سي، نقل الحركه بتاعها اوتوماتيك، سياره سيدان، قوه المحرك بتاعها 156 حصان عند 5300 لفه، وسائد هوائيه للسائق ووسائد هوائيه للراكب الامامي، نظام فرامل ABS، مقاس الجنط بتاعها 17، فيها فوانيس ضباب اماميه وفوانيس ضباب خلفيه ومرايات جانبيه كهرباء وفتحه سقف كهربائيه. الفئه الثانيه C180 AMG 1600 سي سي، عامله 920 الف جنيه، نقل الحركه بتاعها اوتوماتيك، هي سياره سيدان، قوه المحرك فيها 156 حصان عند 5300 لفه، وسائد هوائيه للسائق ووسائد هوائيه للراكب الامامي، فيها نظام فرامل ABS ومقاس الجنط 18، فيها فوانيس ضباب اماميه وضباب خلفيه، مرايات جانبيه كهرباء، فتحه سقف بانوراما وفتحه سقف كهرباء. سياره C180 اكسكلوسيف 1600 سي سي، عامله 930 الف جنيه مصري، نقل الحركه فيها اوتوماتيك. السيارة دي سيدان، قوة المحرك 156 حصان عند 5300 لفة، فيها وسائد هوائية للسائق ووسائد هوائية للراكب الأمامي، نظام فرامل ABS، مقاس الجنط بتاعها 17، فيها فوانيس ضباب أمامية، فوانيس ضباب خلفية، مرايات جانبية كهرباء وفتحة سقف بانوراما وفتحة سقف كهرباء. بعد كده السيارة C180 AMG W ليزر، عاملة 950 ألف، نقل الحركة فيها أوتوماتيك. السيارة دي سيدان، قوة المحرك فيها 156 حصان عند 5300 لفة، وسائد هوائية للسائق، فيها وسائد هوائيه للراكب الامامي، نظام فرامل ABS، مقاس الجنط 18 ومرايات جانبيه كهرباء وفتحه سقف بانوراما. الفئه اللي بعد كده C180 كوبي AMG دي 1600 سي سي، عامله 995 الف جنيه مصري، نقل حركه اوتوماتيك. السياره دي كوبي، قوه المحرك 156 حصان عند 5300 لفه، فيها وسائد هوائيه للسائق وسائد هوائيه للراكب الامامي، نظام الفرامل بتاعها ABS، مقاس الجنط 18، مرايات جانبيه كهرباء، فتحه سقف بانوراما وفتحه سقف كهرباء. سياره C180 كابورلي AMG 1600 سي سي، دي عامله 1,045,000، نقل الحركه بتاعها اوتوماتيك. السياره دي كابورلي، قوه المحرك 156 حصان عند 5300 لفه، وسائد هوائيه للسائق وسائد هوائيه للراكب الامامي، نظام الفرامل ABS ومقاس الجنط 18، فيها مرايات جانبيه كهرباء. مرسيدس بنز سي كلاس تعتبر المنافس الاول للفئه الثالثه من BMW، تم تقديم اول جيل ليها عام 1994، والجيل الحالي هو الجيل الرابع منها. دائما كانت سيارات سي كلاس متماسكه ومتينه لكنها افتقرت الى التميز، لكن منذ قدوم الجيل الجديد موديل 2015 المعاد تصميمه تغير كل شيء، وده مش بس بسبب شكلها الخارجي اللي اصبح نسخه مصغره من الاس كلاس، لكن ايضا في المقصوره التي اصبحت مشابهه تماما لمقصوره الاس كلاس. لكن الشركه الالمانيه زودت السي كلاس 2019 بمزايا قياسيه جديده وتقنيات اكثر وقوه اكبر لانعاش مبيعاتها علشان تنافس بقوه اكبر في فئتها.
بالنسبه للتصميم الخارجي، التغيرات الخارجيه كانت خفيفه، وركزت شركه مرسيدس على تحسين مظهر السياره اكثر من تغييرها، وشملت التحسينات اضافه اضواء اماميه ليد واندماج الاكسدام الامامي الجديد مع فتحات تهويه جانبيه بشفرات عموديه تشبه الاس كلاس، كمان تصميم جديد للجنوط مقاس 17 و18، وتم اعاده تصميم مفتاح السياره واضافه لونين جداد على الالوان الاساسيه. اما في الخلف فكانت ابرز التحديثات هي تغيير تصميم الاضواء الخلفيه بشكل بسيط، واصبح الطراز ليد، كما تم تجديد الاكسدام الخلفي واصبح مدمج بشكل جيد، بينما لا زالت مساحه صندوق الامتعه 357 لتر، في حين بتقل المساحة إلى 297 لتر في طراز الكوبيه. بالنسبة للمقصورة الداخلية في التغيير تعتبر تحسينات طفيفة، عجلة قيادة جديدة مع إزالة التحكم باللمس، واللي تعطي السائق إمكانية التحكم بالنظام الترفيهي وشاشة العدادات من دون ترك عجلة القيادة. أما النظام الترفيهي فسيتوفر بشاشة مقاس 7 بوصة، وكمان أصبح النظام الترفيهي بيوفر ميزة الدمج مع الهاتف الذكي. متوفر المقصورة الداخلية بألوان جديدة تجمع بين اللونين الأسود والرمادي، لكن في طرازات الـ AMG متوفر خيارات إضافية هما خليط بين اللونين الأسود والبني أو اللونين الأسود والبيج. والتغييرات مش كبيرة، لكن مرسيدس أضافت الكثير من التقنيات والمزايا القياسية مثل زر تشغيل المحرك وفتحة سقف قابلة للسحب بالكهرباء وتطعيمات خشبية وشاشة مقاس 7 بوصة للنظام الترفيهي ونظام فرامل آلية. تحت ظروف المناسبة الفئة السي كلاس الجديدة لديها إمكانيات متابعة السيارة اللي أمامها على مسافة آمنة والحفاظ على مسارها وتعديل سرعتها على حسب الحد الأقصى للسرعة، وفي حالة تغيير المسارات بضغطة على إشارة الانعطاف. اعتمد السي كلاس على محرك اساسي تيربو 4 سلندر سعه من 1600 الى 2000 سي سي، اصبح بيولد 14 حصان زياده بالمقارنه مع الموديل السابق، اي اصبحت قوه السيارات السي كلاس 255 حصان وعزم الدوران 370 نيوتن على المتر، مرتبط بنقل الحركه 9 جي ترونيك اوتوماتيك من 9 سرعات. أشكركم لحسن المتابعة، وأتمنى يكون الفيديو مفيد، وإلى لقاء آخر من سلسلة مرسيدس بنز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى المشاركة والاشتراك بالقناة ليصلك كل جديد.